السلام عليكم، انا احمد الشافعي. النهارده هنبتدي اول سيشن لينا في جي اتش لايف كورس او ستريم. ده كورس اونلاين الناس تقدر تدخل عليه فري، وتقدر تشوف كل الفيديوهات اللي احنا هنرفعها الخاصه بجراسوبر. التارجت بتاع الكورس ده ان انا عايز اميكس ما بين الحاجات اللي انا كنت اتعلمتها قبل كده في الاول، البيزكس ليفل بتاعتي والكورسات اللي انا كنت بديها قبل كده، والحاجات الجديدة اللي انا اتعلمتها في الجامعة، عشان خلي الموضوع شوية مور ادفانسد عن اللي انا كنت بديه قبل كده من الكورسات. الكورس بيتكون الاول من فاونديشن ليفل، عشان بس الناس اللي ما اشتغلتش على جراسوبر قبل كده، وفي ناس كتير كتبت على الفورم اللي على جوجل ان في ناس كتير قوي ما اشتغلتش جراسوبر قبل كده، فاحنا محتاجين نبتدي من البيزكس ليفل. ممكن الموضوع ده يكون ممل شويه بالنسبه للناس اللي اشتغلت جراسوبر قبل كده، بس تذكره يعني. بعد كده هنبدأ نتكلم على الداتا مانجمنت، ازاي ان انا اعمل جي كود فايل من الداتا مانجمنت. الجي كود فايل ده اقدر ابعته على 3D برينتر عشان ابرنت على طول اوتوماتيك، فمش محتاج سوفت وير وسيط ما بين الموديل بتاعي ادخله على السوفت وير ده فيطلع لي جي كود وبعد كده اوديه انا يتطبع. لا، ده انا على طول بتحكم من جراسوبر وادي الفايل على طول جي كود فايل يروح للبرينتر. برضو شويه بلجنز دي علاقه بكانجر فيزيكس، شوية توتوريالات ليها علاقة بكونجر فيزيكس، اللوب بلجنز زي هوب سنيك وغيره. بعد كده هنتكلم على بلجنز زي رابت، وهنتكلم على الاردوينو فاير فلاي والكايناتيك، وازاي ان احنا نقدر نعمل حاجة انتر اكتف مع سنسورز معينة، زي ان احنا نربطها بالموبايل، زي احنا نربطها بالكاميرا بتاعت الكمبيوتر، زي ان احنا نربطها بأي سنسور عندنا. بعد كده في البداية عايزين نتكلم الأول على الفاونديشن ليفل. أنا حاولت أنهي الفاونديشن ليفل عند يوم 8 عشان أنا هبتدي دراسة يوم 9، بس هنحاول إن احنا كل ويك في الويك إند يبقى فيه 2 توتوريالز عشان نشتغل على البلجنز ونطور كمان الفاونديشن ليفل. أول سيشن النهاردة هنتكلم فيها على راينو 3D بشكل مبسط جدا، لأن هو التارجت بتاعنا جراسوبر، وهنتكلم على مقدمة على جراسوبر، ايه هو جراسوبر، السوفت وير ده عبارة عن ايه، وده بلجن في الاخر مش سوفت وير منفصل بذاته. نتكلم عن التفاصيل دي كلها. بعد كده هنشرح المكونات بتاعته، بيتكون من ايه، الشكل بتاع التعامل بتاعه مختلف شوية عن اي سوفت وير تاني اشتغلنا بيه والكلام ده. هنتكلم عن الجيومتريز والشيبس والموف والاكسترود وشوية موديفاي. سيشن التانية هنتكلم عن ماثيماتكس ايكويشن ولوجيك، البوابات المنطقية لوجيك جيتس والداتا مانجمنت كبيزكس ليفل كتريو جرافت وفلاتن، شوية حاجات هنتكلم عنها بالتفصيل. هنعمل بارامتريك سكين، هنستخدم مثلا جراف مابر، هنستخدم اتراكتورز، الحاجات دي كلها. بعد كده السيشن التالتة هنتكلم على الكيرفز السيرفسز المورف ايزوفيست جلاباجوس، كلها مصطلحات هنتعرف عليها شوية بشوية واحنا شغالين، فيكتورز الحاجات دي كلها. بعد كده هنتكلم عن المشز الفرنويد اليني ميتابول، ونتكلم على ماجناتيك فيلد. واخر سيشن ممكن يبقى فيه سيشن ستة كمان هنتكلم عن الفاونديشن. هنتكلم عن فاونديشن تولز، هنشرح مجموعة توتوريالات كتير جمعناهم من مود لاب وجمعناهم من على جراسوبر 3D سوفت وير، وفي حاجات احنا كمان عاملينها، بس تقريبا الحاجات اللي احنا عاملينها شوية هنتكلم عنها في الداتا مانجمنت الليفل الاعلى، لان هو ده اللي اشتغلنا عليه شوية في الجامعة الداتا مانجمنت. هنبتدي قبل ما ندخل في التفاصيل، في برضو كان بي دي اف للكورس قديم كنا اداناه، برضو الحاجات دي هتكون جوه الكورس اللي احنا بنشتغل عليه في الحاجات اللي علاقه فاونديشن ده الجوريثم ستراكشر فيزيكال ثيوري دي اللي هنشتغل بيها في الكانجرو دي، انك تعمل ريلاكسيشن للماتيريال او انك تست عليها، وشويه حاجات دي علاقه بسوار انتليجنس كايناتيك اركتكتشر ده اللي هنتكلم عليه فاير فلاي. ده كان السكيديول بتاع الكورس قديم، ممكن الناس تقعد تبص عليها بارفعها. وهنستخدم محرك ريندر جديد شويه، مش جديد، هو بسيط جدا، اسمه كيشوت، هنتكلم عنه برضو ازاي الناس تخرج منه الحاجه وتعمل عليها ريندر، لان هو ابسط من 3 دي ماكس وفي نفس الوقت بيستحمل فايلات تقيله شويه. خلينا ندخل على الكورس.
على طول. بسم الله. اول حاجه راينو. راينو هو سوفت وير داي شبيه كده الفيو بورت بتاعه ب 3 دي ماكس ومايا، انك عندك 4 فيو بورت، بس هو عباره عن سوفت وير عن زي اوتوكاد وريفيت و 3 دي ماكس مضروبين كلهم في الخلاط وطلعوا لنا راينو. مش التارجت بتاعنا خالص ان احنا نتكلم على راينو، بس حاجات بديهيه في الاول. لو انت عايز تظبط اليونتس من تولز، بعد كده اوبشنز في الاول، بعد كده بتلاقي عندك حاجه هنا اسمها يونتس، وبتحدد اليونت اللي انت عايز تشتغل عليها، مليمتر سنتيمتر زي ما انت عايز. اوكي يس. بعد كده تعال نشوف المكونات الاساسيه لراينو. اول حاجه هنلاقي فيه عندي هنا حاجه فوق اسمها كوماند بان، عامل زي اوتوكاد بالظبط، انك انت بتكتب الاوامر لراينو، راينو بيرد عليك زي اوتوكاد بالظبط. فانت لو عايز ترسم وليكن لاين، فانت بتقول له لاين، فبيقول لك الستارت بوينت بتاعتك فين، الاند بوينت بتاعتك فين، خلاص. فهو بالظبط شبيه بالكوماند بانل، ده شبيه بجراس باوتوكاد بالظبط. بعد كده هندخل على شويه اوامر رسم، او قبل ما ندخل على اوامر الرسم عايزين نعرف الاربعه فيو بورت اللي عندنا دول. فانا عندي برسبكتيف وتوب وفرونت ورايت، دبل كليك على اي واحده فيهم هتبقى انت فيه، زوم ان وزوم اوت والسكرول، شيفت ورايت كليك بتعمل بان، رايت كليك بس بدون اي حاجه تانية بتعمل اوربت، يبقى شيفت مع رايت كليك بتعمل بان، زوم ان وزوم اوت والسكرول، رايت كليك بتعمل اوربت للحاجه اللي انت للفيو بورت اللي انت شغال عليه، دبل كليك تاني بترجع لاي فيو بورت انت محتاجه، او انك بتقلب ما بينهم هنا بكنترول تاب، او انك بتقلب ما بينهم هنا بتوب وفرونت ورايت وبرسبكتيف وغيره. هنلاقي هنا عندي شويه اوامر تحت كده شبيهه برضو باوتوكاد. اول حاجه عندي حاجه اسمها جريد سناب، فانت لو عايز تعمل سناب زي اوتوكاد بالظبط على الجريد. الاورثو لو انت عايز ترسم خط مستقيم، البلانر، الاوبجكت سناب، الجامبل، دي مهمه جدا لان انت هنعرف دلوقتي اهميتها ايه. عندك كمان في الاوبجكت سناب انت عايز تسناب على اند ولا نير ولا بوينت ولا ميد بوينت ولا سنتر ولا انترسكشن بيربنديكولار، كل الحاجات اللي احنا اللي في الاوتوكاد المهروسه دي ومعروفه. ممكن نلاقي بعض الناس ما عندهاش الجزء ده ظاهر. كل الناس اللي ما عندهاش بلاجن اسمه تي سبلاين، ده بلاجن من اوتوديسك عشان تعمل حاجات فيها سموثنس عالي قوي زي مايا بدون ما يكون الفايل تقيل زي 3 دي ماكس مثلا. فده حاجه اسمها تي سبلاين هنتكلم عنها قدام. بس فمبدئيا ده الفيو بورت بتاعك. عايز تغير الكالر بتاع الخلفيه اللي عندك ده، هلاقي هنا قائمه على اليمين فيها اللايرز. اول حاجه هلاقي عندي حاجه هنا اسمها فيو بورت ولايرز وهيلب ديسبلاي وجراسوبر، وده هنقول ازاي نضيفه ازاي نشيله لو هو مش موجود. فديسبلاي اول حاجه لو انت عايز تغير الباك جراوند بتاعتك، فهتلاقي هنا كلمه باك جراوند ممكن تخليها سوليد كلر. فانا السوليد كلر بتاعي كان اسود، ممكن تخليه ابيض على حسب انت عايز تشتغل ازاي. فانت براحتك، عايز ترجع للطريقه الاصليه هتختار من سوليد هنا وتختار يوز ابلكيشن. ده تقريبا الحاجه اللي موجوده هنا. لايرز نفس اوتوكاد بالظبط، ممكن تشتغل برضو بلايرز وتخفي اللاير وتحط اللاير والحاجات دي كلها. تعال الاول نشوف ايه المكونات اللي عندي هنا على الشمال. تعريف سريع، انا ما بنشرحش الراينو بالتفصيل لانه مش لان كل الشغل او المين بتاع الكورس على جراسوبر. فانت عشان تعمل نقطه هنا شويه اوامر رسم، عندك امر نقطه، ازاي انك ترسم نقطه، ازاي انك ترسم بولي لاين، ازاي انك ترسم كيرف. فانا عايز بس اشيل اورسو عشان فري كيرف. فانت براحتك، كل اللي انت عايز تعمله هنا كلها اوامر رسم عاديه. هو مقسمها لمجموعه اوامر رسم، بعد كده اوامر سيرفيسز، بعد كده جيومتري، بعد كده شويه موديفاير على الجيومتري. فمثلا لو احنا عايزين نرسم سيركل، فانت عندك هنا دايره، برضو
هنا السيركل ليها اكتر من طريقة رسم سيركل بنقطتين، فمعنى كأنك انت بترسم الديامتر بتاع الدايرة. عندك هنا إليبس، عندك أرك، عندك ريكتانجل، كل التفاصيل دي انت ممكن تلعب بيها زي ما انت عايز. عندك كيرف، وبعد ما رسمته عايز تبدأ تعدل عليه تاني، فانت بتعمل سيلكت على الكيرف ده، وعندك حاجة اسمها ايديت بوينتس، فانت بتمسك اي نقطة وتبدأ تتحكم فيها او تحركها وتعدل في الكيرف، تقدر تعمل لها ديليت مفيش اي مشكلة. تقدر تدليت الكيرف كله من الاول، فانت براحتك خالص تقدر تعمل اللي انت عايزه. يعني جرب كل الاوامر دي. يعني مش محتاج اشرح فيها كتير لان مش ده التارجت بتاعنا بتاع الكورس، بس مبدئيا ازاي انك ترسم نقطه وخط وبتاع، وده هنتكلم عنه كمان واحنا شغالين جوه جراسوبر. لما نحتاج نرسم حاجه بسيطه جوه الراينو، فهنتعلم الراينو من خلال الجراسوبر واحنا شغالين. ايه بقى موضوع جراسوبر ده والكلام الكتير اللي عمالين نقوله؟ جراسوبر هو بلجن على راينو. فايدة البلاجن ده انك انت لما بتيجي تكريت الجيومتري على راينو او على اي سوفتوير تاني، فانت بتكريت الجيومتري بدون الهيستوري بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا ابتديت من بوكس مثلا، خلينا نفترض ان احنا فاتحين 3 دي ماكس وبنيت بوكس، وبعد كده البوكس ده مسكت النقط بتاعته قعدت اعمل لها موديفاي وحركتها وشدتها وعدلت فيها، وبعد كده مش سموث وتربو سموث، وبعد كده خلصت الجيومتري. بس بعد كده انا في الاخر والله عايز ازود المساحه دي شويه، عايز اشد النقطه دي شويه، فانت كان معاك كتله وعمال تعجن فيها وتعدل فيها. جراسوبر طريقه التعامل بتاعته مختلفه شويه، ان انت ما عندكش كتله وعمال تعجن فيها وتشد فيها وتظبط النقطه اللي فيها، لا انت بتبني الاستراتيجيه بتاعتك لبنى المبنى ده. فمثال في لو انا جيت قلت لك عندك تاور، التاور ده 30 دور، كل دور بيروتيت عن اللي قبله بثلاث درجات مثلا. فلو احنا شغالين على 3 دي ماكس مثلا، فانت سي او اي سوفت وير تاني، فاحنا بنبني بوكس، بعد كده نطلع الدور بعده ونروتيت 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 ونروتيت، وعملت التفاصيل وكل حاجه وخلصت. بعد كده جه العميل قال لك معلش انا مش عايزه 3 درجات، انا عايزه 12 درجه. هتقعد تمسك كل واحد وتروتيته، او هتديليت الفايل وتبتدي من اول وجديد. في جراسوبر انت هنا مش بترسم بالطول، انت بتحط الاستراتيجيه اللي الراجل قال لك عليها على السوفت وير، وبالتالي هو مهما قال لك الرقم مهما كان هيتغير، انت بس هتغير الرقم، الاوتبوت بتاعك هيطلع على طول اوتوماتيك. ده اشهر الامثله يعني. فدي الميزه بتاع جراسوبر، ان انت هنا مش بتبني الموديل بالطريقه العاديه اللي هو يلا ابتدي بوكس وحرك النقط وظبط البتاع وعدل ومش عارف ايه بلا 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 وبعد كده تخلص، لا انت هنا بتحط الميثودولوجي نفسها او الاستراتيجيه اللي انت عايز تطلع بيها المبنى بتاعك. جراسوبر بعد ما بنسطب راينو، بعد كده بنسطب جراسوبر، لما تكتب هنا كلمه جراسوبر فوق هتلاقيه بدا يعمل يحمل معاك، وبعد كده يفتح معاك حاجه بالشكل ده كده. بيكون الناس اللي عندها جراسوبر قبل كده بيكون عندك هنا مربعات خضراء، دي الفايلات القديمه اللي انت شغال عليها. فتعال الاول نشوف جراسوبر ده عامل ازاي. في البدايه جراسوبر هو متقسم لشويه قوائم، اول حاجه مجموعه القوائم اللي فوق، بعد كده شويه الكومبوننتس اللي موجوده عندنا هنا، بعد كده شويه اوامر مساعده، بعد كده ده حاجه اسمها كانفاس، ده اللي انت بتحط فيه المعادله بتاعتك، وهنا بتلاقي فيه شويه كومبوننت هو بيساعدك بيهم. بعد شويه من كتر الشغل هيبدا هو يفهم، ده انت مثلا لما بتحتاج كومبوننت فلان بيقول لك انت معاك الكومبوننت ده، انا على طول بشوفك بتستخدم ده، وبعد كده بتقوم مستخدم ده، فهو بيقدم لك كومبوننت مساعده ليك ممكن تستخدمها. عندي دي حاجه زي البوصله كده، دايما السهم ده بيشاور ناحيه النقطه دي، وعندي في هنا نقطه سودا بسيطه، النقطه دي بتشاور على مكان الكومبوننتس الموجوده، فهنا هتلاقي النقطه دي بتشاور على الكلام اللي موجود هنا فوق، وهتلاقي السهم دايما بيشاور على النقطه دي.
النقطة دي ما بتمثلش أي حاجة، أنت ممكن تبتدي الديفينيشن بتاعك من هنا أو هنا أو في أي حتة، فالنقطة دي ما بتمثلش أي حاجة. بعد كده عندي هنا شوية أوامر برضو للبريفيو، طريقة البريفيو بتاعتي هتبقى عاملة إزاي عشان أتحرك في الكانفاس ده. هو الكانفاس ده مش 3D زي ما أي سوفت وير قديم إحنا بنشتغل عليه، لأ هو عبارة عن 2D، فأنت بس بتضغط رايت كليك فأنت بتعمل بان، بتتحرك يمين وشمال زي ما أنت عايز، زوم إن وزوم أوت بالسكرول. فده بالنسبة للكانفاس اللي قدام. تعالى نتعرف على الكانفاس والكومبوننت والحاجات دي كلها. اول حاجة عندي قائمة فايل. قائمة فايل هي زي اي قائمة فايل في اي برنامج، عايز تفتح فايل جديد فبنعمل نيو دوكيمنت، فانت كده فتحت فايل جديد. عايز ترجع لفايلاتك القديمة هتلاقي ان هنا كل لستة بكل الفايلات القديمة، فمثلا هنا ده كان اسمه، ده لسه ما تسميش اول فايل. عايز تأوبن فايل من مكان معين، هنا بيفتح لك الريسنت فايلز، كل الفايلات اللي انت فتحتها الفترة اللي فاتت. تعمل سيف، تخرج كويك ايمج، اكسبورت هاي ريزوليوشن ايمج للديفينيشن، الحاجات دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. سبيشال فولدرز هنحتاجها لما نيجي نحط كومبوننت، edit undo redo copy paste و delete والحاجات دي و find، هنعرف ازاي نجيبهم دلوقتي. عندي حاجة هنا اسمها remote control panel canvas tools، كل الحاجات دي شوية options للpreview بتاعتك. display ودي هنتكلم عنها برضو واحنا شغالين. الايكون، انت عايز تشوف الكومبوننت كايكون ولا كاسم ولا عايز الخطوط اللي بتوصل ما بين الكومبوننت تبقى شكلها عامل ازاي، التفاصيل دي هي كلها هنتكلم بس لما نعرف يعني ايه كومبوننت الاول. سوليوشن وهنحتاجه لما يكون في حاجات فيها سيميليشن. فايل اي دي سوري فايل، وهندخل على حاجه اسمها بريفرنسز في الاول كده، وهنلاقي في حاجة اسمها شو بروفايلر ويدج. دي عند الغالبية مش هتكون معمولة، ياريت نعملها ودي هنفهم دلوقتي بعد كده دي فايدتها ايه. تمام، طيب ايه بقى الحاجات اللي هنا دي وليه عندنا في الجراسوبر اللي معايا ده في حاجات اكتر بكتير من اللي موجودة في الناس اللي لسه مسطبة جراسوبر، لحد الناس اللي مسطبه لحد جراسوبر يعني لسه مسطبه جراسوبر جديد. اخر حاجه هيبقى ظاهر عندها هو ديسبلاي. كل الحاجات اللي بعد كده دي عباره عن بلجنز بتدخل على ويب سايت اسمه فود فور راينو وهنتكلم عنه، بتعمل داونلود لمجموعه بلجنز. البلجنز دي بتساعدك شويه في تسهيل مجموعه عمليات انت ممكن تعملها عادي، سكريبتنج بايثون سي شارب اي لغه برمجه، بس هو بيوفرها لك على هيئه كومبوننت تقدر تستخدمها بشكل اسرع. بيدخلك برضو في حاجات مختلفه، البيزكس ليفل او الفاونديشن ليفل، احنا تقريبا هنشتغل على دول بالاضافه لاثنين او ثلاثه بلجن. ايه بقى دول لحد ديسبلاي؟ دول مجموعه كاتيجوريز كده، الراجل بتاع جراسوبر مقسم جراسوبر او الكومبوننت لمجموعه كاتيجوريز. اول كاتيجوري حاجه اسمها بارامتر، تاني كاتيجوري حاجة اسمها ماثيماتكس وسيتس، تالت كاتيجوري فيكتور، سوري رابع كاتيجوري فيكتور، بعد كده خامس كاتيجوري كيرف سيرفيس مش انترسكشن ترانسفورميشن وديسبلاي. فاحنا ممكن نقسمهم في الاساس لمجموعة كاتيجوريز اساسية اللي هما بارامترز، دي كل حاجة بره او دي كل حاجة بالنسبة لي هتبقى انبوت للديفينيشن بتاعي، وهنتكلم يعني ايه انبوت دلوقتي. ماثيماتكس وسيتس دول مسؤولين شويه عن عمليه الاستراتيجيه او البروسيسنج اللي بتحصل جوه الموضوع. بعد كده مجموعه اوامر رسم زي الفيكتور زي الكيرف زي السيرفيس زي المش، بعد كده مجموعه اوامر موديفاي زي الانترسكشن وترانسفورميشن، واخيرا زي ريندرنج بسيط حاجه اسمها ديسبلاي. اي حاجه بعد كده هي عباره عن بلجن زياده احنا اللي بنضيفها. تمام، بعد كده عايزين نبدأ نشوف ايه بقى الموضوع بتاع الكومبوننت والحاجات الجميلة دي. هنلاقي ان انا عندي حاجة هنا ده كده اسمه كومبوننت. تمام،
في البداية في بلوجن انا هنزله عشان حاجة اسمها بيفوكالز ده خليه موجود. من غيره انت هنا شايف الكومبوننت ده انت مش عارف اسمه ايه، احنا لسه في اول كورس فانت مش عارف اسمه ايه. عندي طريقتين عشان اعرف اسم الكومبوننت ده. اول حاجة طريقة الظهور بداية الكومبوننت بالنسبة لي، لو دخلت على الديسبلاي وضغطت على درو ايكونز فكده مفيش ايكون هيتكتب لي الكلمة. طيب في حاجة اسمها draw full names فكده هيتكتب الكلمة كاملة مش اختصارها، فانا هشيل draw full names او ممكن نسيب draw full names ونحط draw icon. هنقول draw full names دلوقتي هيبقى فايدتها ايه في وجود draw icons. طيب احنا لسه في اول الكورس ومش عارفين الكومبوننت هتبقى ماشية ازاي واساميها واشكالها غريبة علينا. لو من الاول اتعودنا ان احنا نعمل display ونشتغل بالاسم بس هيبقى عندنا مشكله بعد كده، ان انت لما هتيجي تدخل على Grasshopper 3D وعجبك ديفينيشن معين وعايز تعمله فانت الناس كلها على Grasshopper 3D اوبن سورس، كل واحد بيابلود الحاجه اللي هو عايزها واللي اشتغل عليها وكل اوبن سورس كله مفتوح، تقدر تعمل داونلود وتكمل على الديفينيشن وتشتغل، او في ناس بترفع صوره للديفينيشن بتاعها. طيب معظم الناس بترفع صوره للديفينيشن دايما بترفعه بلوجهات، فانت لو مش عارف اللوجو ده هو عباره عن ايه فانت مش هتعرف تعمل الديفينيشن ده. فالاحسن من الاول ان احنا نبتدي ان الايكون موجود، وهنضيف البلجن اللي اسمه بيفوكال ده عشان يظهر لنا اسم الكومبوننت فوق. ده بلجن بنزله من على Grasshopper 3D، هنتكلم ازاي نقدر ننزل بلجنز من عليه. فدلوقتي انا ظهر عندي اسم الكومبوننت فوق وفي نفس الوقت عندي اللوجو بتاعي تحت، تمام؟ في عيني هتتعود انها تحفظ الاسم مع اللوجو. طيب ايه بقى الكومبوننت وايه كلمه كومبوننت وايه الطريقه المختلفه دي؟ اي كومبوننت في الدنيا وهو Grasshopper بيتكون من ثلاث حاجات: انبوت اللي بيتم هنا في الحته دي كده اسمها انبوت، بعد كده البروسيس بتحصل جواه اللي هو الكومبوننت نفسه، بعد كده الاوتبوت اللي بيطلع عندي، تمام؟ بالإضافة ان بيظهر عندي هنا حاجة زي الشات كده تضغط عليها بيقول لك ان الكومبوننت ده لسه مفهوش داتا او لسه ما وصلوش حاجة. دايما ده بيظهر لك ايه المشكلة اللي بتحصل جوه الكومبوننت بتاعك. تعال نشوف الفرق ما بين مجموعة الوان في الاول. هادش لي علاقة باللي انا بعمله ده دلوقتي. قبل ما نعرف ايه الفرق ما بين الالوان والموضوع ده كله، خلينا ناخد كومبوننت اسمه construct point. وانا بفضل انك تقسم دايما الشاشة نصين، لان هنا Grasshopper هو زي ما احنا شايفين 2D فانت بتقدرش تشوف اي حاجة 3D. عشان تشوف البريفيو بتاع الحاجة لازم تكون فاتح راين، لان الحاجة اللي انت بترسمها هنا على Grasshopper بتبدأ تظهر اوتوماتيك على راينو. بس هل انا اقدر اعمل سيلكت عليها على راينو؟ لا، راينو بالنسبة لك عبارة عن بريفيو للحاجة اللي انت بتعملها على Grasshopper مش اكتر. فانت كل اللي بتعمله ان انت بتبدأ تعمل الكومبوننتس بتاعتك وبتشوف البريفيو بتاعك على راينو. تعالى الاول نتعرف على كومبوننت، ابسط كومبوننت موجود، حاجه اسمها construct point، انشاء نقطه. ببساطه كده انت عشان تنشا نقطه او تعريف النقطه هي احداثيات ما بين اكس واي وزي. طيب هو Grasshopper برضو ماشي باللوجيك البسيط اللي احنا اتعلمنا بيه الهندسه والاشكال كل الحاجات دي. عندي حاجه هنا اسمها construct point، ازاي اجيب الكومبوننت مش قضيه دلوقتي هنتكلم عنها، بس عندي كومبوننت اسمه construct point بيحتاج مجموعه من البيانات.
X, Y, وZ. دي إحداثيات. طيب الإحداثيات هي عبارة عن أرقام، تمام؟ طيب عشان أدخل مجموعة أرقام هنا للـ X والـ Y والـ Z، عندي حاجة هنا اسمها Number Slider. ممكن تكتب كلمة Number Slider، وبص هنا هلاقي هنا كلمة Number Slider. يبقى أنا عشان أجيب أي Component بضغط Double Click وبكتب الكلمة Number Slider مثلا، فيجيب لي Number Slider. أو Number Slider هو عبارة عن ايه؟ عن input لأي حاجة. فانت دايما هتلاقي Number Slider ده موجود هنا في قائمة parameter في حاجة اسمها input، هلاقي ان انا عندي هنا كلمة اسمها Number Slider. طيب دي اول طريقة عشان اقدر اجيب بها Number Slider. طيب تاني طريقة، هل كل مرة هقعد اكتب Number Slider؟ لا، ده مش منطق. تاني طريقة انك انت تكتب الرقم نفسه، فما مثلا هكتب واحد، ده كده اداني الرقم. طب هكتب 12، طب هكتب 120، تمام. تعال نشوف الفوارق ما بين مجموعة الكومبوننتس دي. كلهم نمبر سلايدر، مفيش اي مشكلة. اول حاجة لو هم عاملين كده وعايز اخليهم مظبوطين، لو عملت عليهم سيليكشن هلاقي ان انا عندي هنا حاجة اسمها الاين في النص، كده كلهم مظبوطين على طول فوق بعض. هلاقي ان انا عندي هنا في شوية اختلافات. ايه اول اختلاف؟ اول حاجة النمبر سلايدر ده عامل زي العداد، انت بتمسكه من هنا وتتحرك من اليمين للشمال. اول واحد اللي كتبت فيه نمبر سلايدر اتفتح معايا من صفر لواحد، لكن في اعداد فيها كسور، يعني شغال معايا من صفر واحد بس، لا بالكسور اللي ما بين. تاني حاجة النمبر سلايدر لما كتبت واحد اشتغل بس من صفر لواحد بدون اي كسور عشرية. تالت واحد لما عملت 12 فتح معايا نمبر سلايدر من صفر لحد 100، ال 120 فتح معايا من صفر لحد 1000، تمام؟ طيب ايه الفوارق ما بين التلاتة؟ فارق ان انت لما بتكتب نمبر سلايدر بيجيب لك الابسط واحد فيهم، او البيزكس بتاع اول واحد اللي هو في تلات كسور عشرية من الصفر لواحد. بتكتب الرقم، لو احنا كتبنا رقم ما بين من يعني واحد فدايما هيفتح من صفر لواحد، لو كتبنا ما بين واحد وعشرة هيفتح من صفر لعشرة، لو كتبنا من ما بين من عشرة لمية فهيفتح معاك لحد مية، وهكذا 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 لحد اي رقم انت عايزه. طيب هل معنى الكلام ده ان الكوبون ده بتاعي باظ؟ انا مثلا عايز الرقم ده يبقى اعلى من اتنين، فكده هل هو كده مش شغال؟ لا، عشان تدليت اي حاجة تسلكت عليها وتعمل دليت، تعال نضغط هنا دبل كليك ونشوف ايه نمبر سلايدر ده، ايه هو عبارة، ايه هو الكومبوننت اللي اسمه نمبر سلايدر. نمبر هتلاقي لي اسم، فانت ممكن تسميه اكس مثلا، ده لو انت عايز تغير اسمه. بعد كده هيقول لك الراوندنج بتاعك، الطريقة اللي انت عايز تشتغل عليها. فلوتنج نمبر، فانت عندك اعداد فيها كسور، وهيقول لك الديجيتس بتاعتك عاملة ازاي، فانت كده مفيش كسور عشرية خالص، فانت كده كأنك شغال اعداد صحيحة، بعد كده كسر عشرية واحد اتنين تلاتة لحد ست كسور عشرية، او انك تشتغل اعداد صحيحة، او انك تشتغل اعداد زوجية، او انك تشتغل اعداد فردية، تمام؟ فهنا عندي اربعة اوبشنز، اعداد فيها كسور، اعداد صحيحة، اعداد زوجية، واعداد فردية، تمام؟ فمثلا انا هقول له والله عايز اعداد فيها كسور، بيقول لك المينيمم بداية السلايدر تبقى من كام ونهاية السلايدر تبقى من كام، انت المتحكم. دبل كليك، عايز تبتدي من سالب 50 براحتك، وعايز تنهي عند 120 براحتك. اوكي خلاص كده بقى عندي نمبر سلايدر بيبتدي من سالب 50 وينتهي لحد 120، انت بتمتد وتقلل فيه زي ما انت عايز، وتقدر تتحكم فيه بالطريقه اللي انت عايزها. طب هل ده بس كده نمبر سلايدر؟ لا، احنا كمان لو ضغطنا رايت كليك هنلاقي هتقدر انك تعدل على طول بدون ما تدخل في الايديت، او انك هتعمل حاجه اسمها ايديت سنابينج. ايه ايديت سنابينج دي؟ لو احنا جينا بصينا كده هنلاقي ان النمبر سلايدر بتاعنا بيتحرك بسموثنس رهيبه جدا ما بين الصفر ما بين السالب 50 لحد ال 120. لو ضغطت رايت كليك وعملت ايديت سنابينج هتلاقيه بيسناب عند ارقام معينه، فهقول له عايز سناب عند 40، عايز سناب عند 20، عايز سناب عند سالب 30. اوكي طيب لو عملنا زوم ان هنا هنلاقي ان في دايره كده جراي فاتح بدات تظهر، جراي غامق بدات تظهر،
ده مكان سناب. اول ما هتقرب منه هتلاقي ان الماوس تقل كده سنة انه هنا انا بعمل سنابينج، بعمل سنابينج عند 20، بعمل سنابينج عند سالب 30. تمام؟ طيب ده اول كومبوننت. طيب تعالى نفتح كومبوننت بطريقة more professional شوية. ازاي؟ انا عايز اعمل نمبر سلايدر من 20 ل 50. طيب انت قلت لنا ان احنا نكتب نمبر سلايدر وندخل جوه ونعمل هنا 20 وهنا 50 ونظبط ان الاعداد صحيحه والكلام ده كله. طيب الموضوع ده بياخد وقت، طريقه اسرع انك تكتب 20 دوت دوت 50 انتر، خلاص فتح معاك نمبر سلايدر اوتوماتيك من 20 ل 50. طيب ده طريقه ثانيه ان انا اعمل نمبر سلايدر. طيب عايز اعمل كسور، سوري عايز ابتدي من سالب 50 ل 100 مثلا، فزي ما انت قلت هكتب سالب 50 دوت دوت 100. هنا بقى هتبدا تظهر او لا ما ظهرتش مشكله كويس. فهنا من سالب 50 ل 100. طب عايز اخلي فيه كسور عشريه، فهقول له مثلا وليكن من 10 دوت 00 كده كسرين 20، ثلاث كسور زود 0 كمان، اربع كسور براحتك زي ما انت عايز. فهنا مثلا هعمل كسرين 20 دوت دوت والرقم النهائي وليكن 120، ومن غير ما تحط دوت 00 في النهايه لان هو كده خلاص فتح الكسور العشريه. فانت هنا عندك طريقه مور بروفيشنال انك انت تعمل النمبر سلايدر بتاعك اسرع بكتير من انك تقعد تدخل وتعدل من جوه وكده، فانت دي طريقه اسرع. طيب انا ليه بقى عمال اقول نمبر سلايدرز؟ نرجع تاني لنقطتنا الاصليه ان احنا اصلا عايزين ننشئ نقطه، عايزين نكرييت نقطه، فاي كرييشن نقطه محتاج احداثي اكس واي اند زي. طيب ليه لونها جراي؟ طيب الاول تعالى نعرف ايه البيانات اللي موجوده في الاكس والواي والزي وايه اللي الاوتبوت اللي هيطلع. اوقف هنا كده سنه، هتلاقي ان في حاجه هنا اسمها ده لكم الانترنس ده او الانبوت بتاعك ده اسمه اكس كوردينيت، نوعه هنلاقي ان نوعه 0.1، ده معناه انه رقم، ان انت هتدخل هنا رقم مش هتدخل اي حاجه ثانيه، يعني مش هتدخل نقطه، مش هتدخل خط، مش هتدخل داتا، مش هي دي المطلوب، انت هتدخل قيمه رقم. واي كمان محتاج نفس القصه، وزد كمان محتاج نفس القصه. طيب تعالى نقف هنا، هنلاقي ان في تحت one locally define value 0.0. يعني ايه؟ يعني هو جواه بيلت ان قيمه داخليه 0.0، واي نفس القصه وزد نفس القصه. لو بصينا هنا هنلاقي ان انا عندي فعلا في احداث الاكس واحداث الواي في نقطه سوري في تقاطع ما بين اكس واي وزي، هنلاقي ان هنا في نقطه اللي هي 0 و0 و0 اللي هي النقطه اللي هي عندك هنا. لو عملت سيلكشن على النقطة دي هتلاقي ان لونها بدأ يتغير للون الازرق، سوري اخضر. لو شلت سيلكشن هتلاقي ان رجع لونها احمر تاني زي ما هي. طيب عايز ابدأ احرك الموضوع ده. طيب تعالى الاول نحط 12 في الاكس، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هلاقي ان النقطة بتاعتي اتحركت من الصفر 12 في قيمة او 11 في اتجاه الاكس، خد نفس الكومبوننت كنترول سي كنترول في، واتحركت 11 في اتجاه الواي فاصبحت مكان النقطة بدل ما كان هنا بقى هنا، تقدر تتحكم في ده لوحده، تقدر تتحكم في ده لوحده، فانت كده عندك تقدر تتحكم في النقطة. طيب اتجاه زي كمان كنترول سي كنترول في، تقدر تكوبي بيست اي كومبوننت عندك كده، كمان النقطة بتاعتي اتحركت في اتجاه الزد. انا ممكن اثبت الزد صفر او ممكن احركه زي ما انا عايز. ايه بقى ده اسمه وايرنج، ده طريقة التوصيل ما بين الكومبوننت وبعضها. شوية الوايرز ده ليه مجموعة تلات اشكال مختلفة هنتكلم عنهم بعد كده، بس ده مبدئيا اسمه واير، ده عشان تبدأ توصل ما بين كومبوننت الكومبوننت تاني. عايز تعدل الاسم محتاج انك تدخل هنا على طول رايت كليك وتكتب مثلا ده اكس ده واي ده زي. طيب تعال الاول نشوف، ماشي انا دلوقتي مش عايز اشوف النقطه دي على راين، انا وليكن هعمل من النقطه دي حاجه تانية، بس انا مش عايز اشوف البريفيو بتاعها على راين.
هضغط على الكومبوننت واضغط سبيس دي اول طريقه او اضغط سكرول فيظهر لي مجموعه اوامر مساعده كده. ايه مجموعه الاوامر المساعده دول؟ خلينا نبص الاول على الاثنين دول. حاجه اسمها انيبل بريفيو وديسابل بريفيو. لما ضغط ديسابل بريفيو ما بقتش شايف النقطه ولونه اتغير من اللون الجراي الفاتح للون الجراي الغامق. طيب عايز ارجع تاني اشوف الحاجه، هضغط هنا ايه على الشخص اللي عينيه مفتحه ده، فكده البريفيو عندي. ده اول فرق لونين. طيب ايه فرق اللون التاني؟ تعال هعمل امر بوينت وده مختلف شويه عن البوينت تاني. لون اورنج. ايه اللون اورنج ده؟ انا دلوقتي عندي جراي فاتح وجراي غامق، لون اورنج. اللون اورنج ده معناه ان الكومبوننت بتاعك مفيهوش اي بيانات، فاضي ابيض مفيهوش اي داتا، وبالتالي هو لون اورنج لسه ما تحطلوش اي معلومات. طيب ده فرق لون. يبقى دلوقتي عندنا ثلاث الوان اخدناها، اورنج جراي فاتح وجراي غامق. طيب هنيجي الكومبوننت احمر. معنى ان في كومبوننت احمر معنى هنا في مشكله. ايه هي المشكله؟ عايز تعرف فين المشكله؟ هنا هتضغط على الرقم على الـ على الـ على الشيب ده، هيقول لك ان الداتا conversation field from books to point. ليه؟ تعال نقرا الكومبوننت ده، احنا لسه ما دخلناش بالتفصيل في كل الكومبوننتس. تعال نقرا ايه الكومبوننت ده. ده اسمه لاين. بيعمل ايه؟ اي لاين هو عباره عن قطعه مستقيمه ما بين نقطتين، نقطه بدايه ونقطه نهايه. طيب انا ايه اللي انا حطيته هنا جوه الستارت بوينت؟ حطيت بوكس. طب بوكس ده جيومتري، فانت ازاي هتقدر ترسم خط ما بين بوكس ونقطه؟ فده بالنسبه له غلط، مش منطقي. فينور احمر ويقول لك ان الداتا اللي انت مدخلها لي في البوينت دي غلط، مش شغال. فدلوقتي الفرق ما بين الاورنج والاحمر، الاورنج لسه ما فيهوش اي بيانات، الاحمر كده هنا في مشكله ولازم تقرا فين المشكله وتبدا تعدلها. تمام. طيب بالمناسبه هنلاقي هنا في حاجه اسمها 18 ملي سكند 99% من الفايل. لو احنا فاكرين من قائمه فايل بريفرنسز هلاقي ان انا عندي حاجه انا اسمها شو بروفايلر ويدج، اخفيها تلاقي ان البتاع ده اختفى، اظهرها هتلاقيها ظهرت. ايه ده؟ من الاخر ده بيقول لك الكومبوننت ده اخد قد ايه من الفايل، فده اخد 99% يعني اخد قد ايه من البروسيسور. يعني من الاخر كده الكومبوننت ده بيتقل الفايل جدا، او العمليه الحسابيه اللي بتحصل جواه تقيله جدا. تمام بالشكل ده، لان هو منور احمر وعنده مشكله ان هو بوكس. طب ده بنستفاد منه في ايه؟ احيانا واحنا شغالين قدام هنلاقي ان في كومبوننت تقريبا بتادي الوظيفه. على سبيل المثال عايز اجيب سنتر بتاع مربع مثلا، فانا عندي حاجه اسمها بوليجون سنتر فبيجيب لي السنتر بتاعي، او ممكن امر اري. هلاقي ان البوليجون سنتر بياخد مساحه اقل، فانا محتاج بوليجون سنتر. يبقى انا يعني الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه، الاثنين بيطلعوا لي السنتر وهو ده اللي انا محتاجه عشان ابقى انشئ بيه حاجه ثانيه وهنتكلم عنها دلوقتي. بس بوليجون سنتر ما بياخدش حاجه من الرماد، انما الثاني بياخد جزء كبير، وبالتالي انا احسن اشتغل من بوليجون سنتر وما اشتغلش بامر اري. تمام ماشي. يبقى نرجع ثاني للالوان، اورنج وجراي فاتح وجراي غامق والاحمر. اخر لون عندي هنا حاجه اسمها انيبل وديسيبل. ديسيبل يعني ايه في الكومبوننت؟ في فرق ما بين ان انا عايز اشوف الكومبوننت او ما اشوفوش، وده من بريفيو اوف وبريفيو اون او ديسبلاي انيبل وديسيبل للبريفيو. لكن عندي حاجه اسمها انيبل وديسيبل للكومبوننت نفسه، انه يشتغل او يتعطل تماما. لما بعمل ديسيبل بيبقى لونه مختلف كده جراي فاتح شويه، ده كده معناه ان الكومبوننت ده اصبح مش شغال، بقى مقفول، بقى معمول له مش لوك بس بقى مقفول. تمام. ده بالنسبه للفوارق ما بين الالوان. طيب تعال نتعرف على انواع الكومبوننت عندنا. في اول حاجه هنا في قائمه بارامترز، دايما قائمه بارامترز اشكال الكومبوننت فيها شويه مختلفه عن باقي القوائم. هلاقي ان انا عندي حاجه هنا اسمها جيومتري. جيومتري ده هلاقي فيه جوه بوينت فيكتور سيركل لاين، مجموعه اشكال. ايه الموضوع؟ طب انت ليه ما عملتش بوينت بده؟
اول جزء اللي هو بارامتر وجيومتري ده مسؤول عن تعريف اي حاجه من راينو جوه جراسر. بمعنى ان انا دلوقتي لو رسمت نقطه جوه راينو، طيب عايز استخدم النقطه دي في جراسر، عايز اعمل بيها حاجه معينه، عايز ارسم بيها خط مثلا ما بين نقطتين، وليكن عندي النقطه دي والنقطه دي، وعايز دايما لما احرك النقطه الخط ده يفضل مرسوم ما بينهم. هعمل الكلام ده ازاي؟ انا دلوقتي ما عنديش الكوردينيتس بتاعت النقط دي، وما اعرفش احداثياتها فين، ومش هنشئ هنا، ده هي اوريدي عندي على راينو، عايز احطها على طول على جراسوبر. اي حاجه من راينو عايز تعرفها على جراسوبر دايما هتحتاج تدخل في قائمه بارامتر، هتلاقي ان في حاجه هنا اسمها جيومتري، هتحتاج اي واحده من المجموعه دول. طيب دي عباره عن ايه؟ عن نقطه. فهضغط هنا رايت كليك وهعمل حاجه اسمها سيت وان بوينت، عايز اعرف النقطه بتاعتي، هضغط set one point، هلاقي ان الماوس بتاعي شكله اختلف، ده كان شكله الاصلي، لما ضغطت رايت كليك هنا وعملت set one point بقى شكله هنا، اختار النقطة، نقطة اتغيرت وبقى لونها احمر، ان هي بقت متعرفة هنا، والكومبوننت فجأة لونه اتغير من اللون الجري، من اللون الاورنج للون جري، تمام؟ تاني حاجة عايز اعرف النقطة التانية، هعمل select، ممكن اعمل selection هنا الاول واضغط هنا رايت كليك set one point. تعالى نعمل سيليكشن كده على النقطه، هلاقي ان انا ظاهر عندي اكس واي اند زي، الجزمه اللي موجوده في 3 دي ماكس في راينو 4 ما كانتش موجوده، كنا بنشوف النقطه بالشكل ده. انا عشان احرك النقطه دي في الزد لازم ادخل في الفرونت واعمل امر موف احرك النقطه دي في الزد. دلوقتي لما في حاجه اسمها جامبل، دلوقتي انت تقدر تتحكم في النقطه من الجزمه بتاعك، بس انا عايز احرك النقطه دي في الزد وليكن 10 درجات، هضغط على الارو بتاع الزي واكتب لكم 40 مثلا، فكده النقطه دي اتحركت في اتجاه الزي 40 درجه. هضغط عليها تاني واكتب سالب 20، هترجع في اتجاه الزي سالب 20 مليمتر على حسب الوحده اللي احنا شغالين بيها. طيب هل لما انا حركت النقطه دلوقتي هي ما بقتش متعرفه على جراسوبر؟ لا، ستيل متعرفه على جراسوبر، ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي انا عندي نقطتين، النقطة الاولانية والنقطة التانية، طيب عايز ارسم ما بينهم خط. طيب ندخل لنوع تاني من انواع الكومبوننت الاشهر واللي موجود دايما، عندي هنا مثلا لاين، وفي اللاين ده اللي الناس هتسأل طب هو ليه اخد اللاين اللي فوق ما خدش اللاين اللي تحت؟ قلنا اي حاجة موجودة جوه سداسي اسود ده عبارة عن كونتينر بتحمل فيها بيانات من الراينو للجراسوبر. طب انا هنا بحمل بيانات من راينو لجراسوبر؟ لا، ده انا هنا كل الفكره عندي نقطتين اهم على جراسوبر جايين من راينو، عايز ارسم بيهم لاين، فبالتالي انا مش هحتاج الامر ده تماما. هوصل النقطه الاولانيه هنا والنقطه الثانيه هنا، فاوتوماتيك هو هيرسم لي الخط بتاعي. لو انا جيت مسكت النقطه دي وحركتها على طول، الخط بتاعك هيفضل مرسوم مهما حصل، ان الكومبوننت ده على طول كده شغال، ان هو امر لاين بيوصل ما بين نقطتين. طيب ده بالنسبه لامر لاين. طيب نرجع تاني مجموعه الاوامر الكونتينر اللي موجوده عندنا هنا، هلاقي عندي حاجه اسمها فيكتور، هلاقي عندي حاجه اسمها سيركل، كيرف، لاين. طيب تعالى نفترض ان انا راسم لاين على راين وعايز اعرف اللاين ده على جراسوبر، فعندي اول خاطر هيجي على دماغنا ان احنا نستخدم لاين. لو ضغطت عليه رايت كليك هيقول لك سيت وان لاين، مفيش طريقه التعريف اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، ده هو دلوقتي بيطلب منك انك ترسم لاين بمزاجك وهيعرفه اوتوماتيك. في الحاله دي لو انا عندي اوريدي لاين مرسوم على على راين، يبقى انا مش هحتاج امر لاين، هحتاج امر كيرف. ده كونتينر بيلم لاين وسيركل، كل الحاجات الكيرفات بتتعرف على طول هنا، فلما بضغط رايت كليك سيت وان كيرف بعرف الكيرف بتاعي اوتوماتيك. لكن الاشكال السبيسيفيك زي لاين زي سيركل زي بوكس، دي اشكال انت هتعمل لها كرييشن على راين من جراسو، تمام؟ فده بالنسبه لامر كيرف. نيجي تاني ل وليكن انا عندي 3 دي اوبشن زي بوكس زي ده مثلا، تمام؟
كمان هنا البريفيو بتاعك مختلف، ممكن تشوف وير فريم شيدد ريندرد جوستد، عندك اشكال كتير قوي تقدر تشوف بيها الاوبجكت بتاعك. فليكن خلينا وير فريم. هعرف هنا بيرب المره دي بقى ده بوكس. هيقوم حد برضو يقول لي طيب ما احنا ليه ما اخدناش امر بوكس من فوق من هنا، لان طالما عندنا هنا بوكس وادخل درايت كليك سيت وان بوكس. في الحاله دي قلت لك ده شكل سبيسيفيك، ده شكل معروف، فانت هتضطر انت اللي هترسمه هنا، مش هتعرف تاخده من هنا على طول. عشان اعرف البوكس ده على انه اوبجكت فانا محتاج امر اسمه بيرب. قبل ما نقول امر بيرب محتاجين نعرف الفرق ما بين المش والنيرفز. معرفش لو الناس سمعت، اكيد معظم الناس سمعت ما بين مصطلح مش ونيربس. فالموضوع ببساطة لو احنا جينا عملنا مقارنة بسيطة جدا ما بين انك بتكريت فولي لاين على جراسو على راين، وما انك ما بين بتكريت فولي لاين على 3D Max. ايه اللي بيحصل في 3D Max؟ الموضوع عبارة عن بيقسم الخط لمجموعة اجزاء صغيرة جنب بعض، لما انت بتبص عليها من بعيد بتحس ان الخط سموث، لكن لما بتقرب بتلاقيه مكسر. ده فكرة المش، انه بيقسم السيرفس بتاعتك لمجموعة فيس صغيرة جنب بعضها، من بعيد تحس ان الحاجة سموث، لما تقرب كل فيس اخد زاوية معينة. النيربس هو اي شيء انت بترسمه هو مبني على معادلته الرياضية، وبالتالي المعادله دي بتحصل لتوزيع النقط. في كل ما انت بتعمل زوم ان هو كده كده الخط مرسوم بمعادلته الرياضيه، فالنقط كلها بتتكرر بالمعادله الرياضيه، وبالتالي انت شايف الخط الكودينج بتاعه مبني بالمعادله الرياضيه، وبالتالي انت شايفه على طول سموث. لكن في حاله ان في حاله المشس الموضوع مش مبني بمعادلته الرياضيه، الموضوع مبني على ان المعادله الرياضيه بتاعته ناتجه عن التكامل. ففي الحاله دي هو بيقسم الاوبجكت الخط بتاعك لمجموعه جزيئات صغيره، بيكامل الجزيئات دي فبيطلع لك الكيرف في الاخر. بمعنى انه مثلا سي ما حدش ليه علاقه باللي انا هعمله دلوقتي، تعالى نعمل زوم ان هنا كده، هنلاقي ان في فرق ما بين الخط الاسود والخط الاحمر بتاعي. ايه الفرق او ايه اللي انا عملته ده؟ من بعيد لو انا جيت بصيت كده وانا ظاهر الاثنين مفيش اي اختلاف، محدش هيحس بالاختلاف بتاع الموضوع. ليه؟ ده الكيرف العادي الناعم بتاعي اللي انا رسمه، لان هو جوه على راينو لما انا رسمته هو عرفه للبروجرامينج لانجوج بتاعته انه ده ليه معادله رياضيه معينه، وبالتالي المعادله دي كل ما انا بعمل زوم ان هي عماله بتتكرر، وبالتالي انا شايف الخط سموث ما عنديش اي مشكله. لكن لما انا بيكون زي ما درسنا قبل كده، لو انا مثلا عندي خط عندي داله بالشكل ده كده وعايز اجيب لها التكامل بتاعها، او عايز عشان يعني ان انا عندي كيرف بالشكل ده وعايز اعمل له تكامل وانا ما عنديش المعادله بتاعته، فانا لازم اعمل حاجه اسمها تكامل شريطي. التكامل الشريطي ده ان انا بقوم عامل حاجه كده قطعه صغيره قوي، كل لما القطعه دي تصغر كل ما دقه المعادله تكون احسن، واسميها دي اكس، وافضل اكرر المعادله دي من المدى من نقطه البدايه لنقطه النهايه، وبالتالي تكرار المعادله دي هيكون لي مجموعه فيس صغيره قوي جنب بعضها اولموست هي شبه المعادله الاساسيه المكونه للكيرف، لكن مش هما الاثنين تيبيكال على بعض. وبالتالي كل لما بصغر الدي اكس دي او التكامل الشريطي الشريطه دي كل لما بتصغر كل ما بيكون الكواليتي بتاع الكيرف اعلى، وده هنشوفه هنا. انا هنا دي المسافه بعيدا عن الكراس سوبر كومبوننت،
دي كده المسافة يعني او التكامل الشريطي بتاعتي، دي الشريطة بتاعتي اللي هي المسافة ما بين النقطة دي والنقطة دي، دي الشريطة بتاعتي. فهلاقي في الاخر ان الكيرف طالع لي مكسر. طيب خلي الشريطة اصغر يعني زود عدد النقط، وبالتالي هتحس ان الموضوع سموث، لكن لما هتقرب هتلاقيه برضو مش كيرف زي ده، هتلاقيه خط مستقيم، لكن من بعيد انت حاسس ان هو هو. فده الفرق ما بين كلمه مش ونيربس، ان من الاخر كده ان النيربس موديلنج ده كله مبني على معادلات الرياضيه الاساسيه في البرمجه بتاعه الجهاز نفسه، في البرمجه بتاعه السوفت وير نفسه، بينما المشز برمجتها مبنية على التكامل الشريطي للحاجات اللي انت موجودة عندك. فانت عندك شكل ملعبك او كيرف انت رسمه، فهو بيعمل له تكامل شريطي عشان يعرف يفهمه الكيرف ده معمول ازاي، او المعادلة الرياضية بتاعته معمولة ازاي عشان يقدر يبرمجه. تمام؟ طيب احنا ليه بقى رحنا لكلمة نيربس وليه رحنا لكلمة مش؟ عشان فرق كبير جدا ما بين كلمة بيرب وما بين كلمة مش. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا اي اوبجكت دلوقتي 3D رسمه على راينو هو عبارة دلوقتي عن نيربس، فمش هعرف اعرفه على المش، محتاج اعرفه هنا على بيرب. فهضغط هنا بيرب، ده للاشكال للجيومتريز النيربس، هضغط هنا رايت كليك واقول له سيت وان بيرب. كده انا عرفت البوكس بتاعي اهو، كده البوكس بتاعي اتعرف. طيب لو انا عندي مش وفرضا مصدر حاجه من 3D Max جوه راينو وعايز اعرفها هنا عشان اعمل عليها اديت معين، فانت بتحتاج ان الاوبجكت بتاعك يكون اصلا مش، وبعد كده بتقوم انت محوله على طول لايه، بتقوم معرفه على انه مش. تمام، ممكن تعمل هايد. يبقى دلوقتي في نقطه، اي نقطه بتتعرف بكومبوننت اسمه بوينت، اي خط كيرف دايره لاين اي حاجه 2D خطوط بوليجون اي شكل مثلث مربع خماسي اي حاجه بتتعرف في قائمه كيرف. اخر بيرب بيعرف الاشكال النيربس، المش بيعرف الاشكال اللي هي معموله بالمش. ده اول مجموعه كومبوننت اللي موجوده جوه كونتينر اسود. من الاخر اي حاجه موجوده جوه كونتينر اي حاجه موجوده جوه سداسي اسود، ده معناه ان هي بتعرف الحاجه من راينو على جراسوبر. تاني حاجة قائمة بريمتيف، ودي هنحتاجها قدام شوية، لان انت ساعات ممكن تجيب فايل من على السي عندك عشان تقدر تقرأ بيه بيانات معينة او تيكست معين او انتجر معين او غيره من الحاجات، هنتكلم عنها بالتفصيل في الادفانسد ليفل شوية. بعد كده مجموعة الانبوت كلها محطوطة في قائمة واحدة، ايه هم؟ نمبر سلايدر، وده شفنا شكله من شوية لما قلنا ازاي نعمله. تاني حاجة بانل هيبقى ظاهرة عند الناس لونها اصفر، انت ممكن تغير في اللون زي ما انت عايز. بانل دي مفيدة جدا، تقدر تعمل بيها حاجات كتير قوي هنتكلم عنها بالتفصيل. تاني حاجة بولين توجل ده عبارة عن مفتاح، بس عشان نفهمه اكتر محتاجين نقارنه ببوتن. السؤال هنا ايه الفرق ما بين مفتاح نور ومفتاح الجرس؟ الفرق ان مفتاح النور اون اوف، يعني وقت ما دوست اون الدايره الكهربائيه مقفوله النور شغال، وقت ما دوست اوف على طول اوف، انت مش محتاج تفضل ضاغط على الزرار على طول، لان انت اول ما ضغطت الدايره اتقفلت رجعت تاني الدايره اتفتحت. بولين توجل هنا انت بتختار انت عايز ايه، ترو ولا فولس. لو انا ضغطت هنا دبل كليك بقى ترو، ضغطت هنا دبل كليك بقى فولس. هنستخدمه في ايه؟ في حاجات كتير. ابسط مثال ليا لما نيجي نشتغل على فاير فلاي، وليكن مثلا عايز اشغل البازر، عايز اعمل صوت، فالبازر بتاعي يطلع صوت، فهقول له ترو فالبازر يفضل مطلع صوت على طول وانا شايل ايدي من على الكومبوننت، فولس يقف. طيب بوتن، تعال نعمل هنا بانل، محدش ليه دعوه دلوقتي انا جبت بانل ازاي. للوهله الاولى هي فولس مقفوله، لما بضغط هنا كليك وافضل حاطط ايدي على الكليك بيتحول لترو، شلت ايدي رجع فولس تاني، فبالظبط كاني مفتاح النور. بضغط بضغط رايت كليك سوري بضغط ليفت كليك، كليك عاديه بيتحول لترو، شلت ايدي بقت فولس. طيب النورمال ستيت بتاعته هنا فولس، طب انا عايز اغير النورمال اصلا تبقى ترو، يعني مثلا عايز البازر يفضل شغال ما يقفلش غير لما انا اضغط هنا شويه فيرجع تاني. لما بضغط هنا رايت كليك هيقول لي النورمال ستاتس بتاعتك هتبقى عامله ازاي، فهقول له ترو. ودي خليها فولس.
sorry. فدي دلوقتي النورمال بقى ترو ضغط بقت فولس شلت ايدي بقى ترو يبقى انت هنا بتقدر تتحكم في الترو والفولس وهنتكلم عنها بالتفصيل محدش يقلق من الكومبوننت دي دلوقتي انا بس بعرض كل الاشكال المختلفه عشان قدام لما نيجي نتعامل معاها بعد كده عندي حاجه اسمها فاليو ليست فاليو ليست دي مهمه جدا ايه اهميه فاليو ليست فاليو ليست لو انا ضغطت هنا دبل كليك وده اخترت حاجه اسمها edit هيفتح لي قايمه value list دي من الاخر انا في النمبر سلايدر تقدر تجري من 0 ل 100 بس مع ديفينيشن معقد مش هيبقى عندك الحريه انك انت تمسك السلايدر وتشد من حد 0 لحد 100 لان كل رقم انت بتعدي عليه هو هيقدر يعمل كالكوليشن للموضوع فانا عايز اعمل حسابات عند قيم معينه وليكن عايز تست عند 20 25 100 110 فهضغط هنا رايت كليك واديت هيظهر لي هنا حاجه اسمها فاليو ليست فوليكن هسميه فيرست اول واحد هسميه فيرست تيست تاني واحد هسميه سكند تيست تالت واحد هسميه تست مش عايز الرابع انا كده تمام جدا طيب اول قيمه خليها 20 تاني قيمه خليها 40 ثالث قيمه خليها 17 اوكي طيب تعال نشوف البانل هي بس بتظهر لك دلوقتي الحاجه اللي موجوده هنا ايه فانا دلوقتي قلت له والله انا عايز عند الفيرست تيست طب عايز اغير ممكن تضغط هنا على السهم ده سكند تيست 40 تالت تيست 17 وبعد كده هنتكلم توصيلتها ازاي عندي كذا طريقه للتشيك ليست عندي حاجه اسمها تشيك ليست فانت ممكن تختار قيمتين مع بعض في نفس الوقت ثلاث قيم ف واحد اثنين ثلاثه عايز تختار قيمه واحده تلغي بعد كده عايز تعمل فاليو سكوير فانت هنا بتتحرك ما بين اليمين والشمال بالسكرو فاليو سيركل الاولانيه فاليو سيكونس سيركل يعني الدايره بتاعتك مفتوحه فانت بترجع 1 2 3 وترجع تعيد تاني السيركل بتاعتك ففاليو ليست مهمه انا بشوفها مهمه جدا وهنحتاجها واحنا شغالين قدام عندي حاجه اسمها جراف مابر ازاي انك ترسم كيرف اصلا بداله وده هنتكلم عنه بالتفصيل بس انا بحاول اعرض كل اشكال الكومبوننت اللي موجوده عندنا على جراسوبر في مجموعة كومبوننت تانية هنتكلم عنها قدام شوية ازاي انك تعمل كلاستر ازاي انك تعمل حاجة اسمها كلاستر انبوت كلاستر اوتبوت هنتكلم عنه بالتفصيل بس خلينا دي بتهيألي معظم الحاجات كانبوت اللي احنا ممكن نحتاجها في الوقت ده عندي حاجة اسمها image assembler برضو ان زي انك تقدر تجيب صورة وتخلي الباترن تتغير على اساس الصورة ده هنتكلم عنه وبعد شوية هنتكلم كمان يعني قدام هنتكلم زي ان احنا نستخدم الصورة اللايف اللي طالعة من الشاشة بتاعت الكمبيوتر نفسها طيب تعالى بقى نبدأ نرسم مجموعة اشكال على جراسوبر من جراسوبر على رأي تعال نرسم نقطة زي ما كنا بنقول عايز ارسم نقطة فبعمل point طيب. point كذا طريقة عشان ترسم اي حاجة اول حاجة تضغط دبل كليك وتكتب الحاجة اللي انت عايزها او انك تطلع تشوف هي كانت موجودة في قائمة ايه فوق فوليكن point موجودة في قائمة فيكتور هنا مجموعه اسمها كاتيجوري اسمها بوينت تلاقي حاجه هنا اسمها كونستراكت بوينت دي الطريقه الثانيه انك تكتب بوينت بس هنا ما ظهرتش على طول بوينت فلازم تكتب كلمه كونستراكت بوينت او اكس واي زي بوينت هتلاقيها على طول ظهرت عندك كونستراكت بوينت من غير حتى ما تكتب اكس واي زي بوينت بس مجرد انك تكتب اكس واي زي خلاص كده بدأت تظهر عندك الكمبون تعال نبص تحت كده بص سريع هنلاقي انه هنا بيقول لك انت تقريبا هتستخدم حاجه من الحاجات دي هتستخدم نمبر سلايدر
او هتعمل حاجه اسمها كونستراكت بوينت بس احنا اوريدي خلاص بنعملها, او لاين هو شايف انك ممكن تستخدم لاين, او هتعمل حاجه اسمها موف او غيره. هو بيساعدك او بيديك الحاجات اللي انت المتوقع ان انت تستخدم. طيب زي ما قلنا كونستراكت بوينت عايز انشا نقطه فهعمل 12 وليكن 12 تاني وصل هنا وهنا وهنا كده وصلت 3 نقط. عايز اخليهم مظبوطين على بعض بالشكل ده. كده انا عملت النقطه بتاعتي اهي موجوده في 3D وتقدر تتحكم في النقطه زي ما انت عايز. طيب عايز انشئ نقطه تانية فهعمل لدول كنترول سي كنترول في واغير الاحداثي هنا تمام. عايز اعمل خط ما بين النقطتين, قلنا امر ايه بيعمل الخط, امر لاين. هختار الامر ده اوصل النقطه هنا اوصل النقطه هنا فارسم لي اللاين بتاعي. عندي شويه حاجات هنا فوق عايزين نبص عليهم كده بصه سريعه. اول حاجه في كومبوننت اسمه only draw preview geometry for selected object. يعني ايه ده؟ احيانا لما الديفينيشن بيبقى طويل قوي وعندك حاجات كتير مبنيه ورا بعضها عايز بس تشوف الحاجه اللي انت عامل عليها سيلكشن. فلو انا اخترت ده انا مش هشوف غير الحاجه اللي انا عامل عليها سيلكشن. فاذا لو انا عملت سيلكت على النقطه اشوف النقطه, عملت ده على ده من غير ما اعمل بريفيو او نو بريفيو اوف. فكده انا بسلك ده في الحاله دي انا كده شايف كل الاوبجكتس بتاعتي تمام. طيب عايز اخفي النقط بس, عشان تخفي النقط محتاج تعمل عليهم سيلكشن, تضغط سكرول وتعمل الراجل اللي عينيه مغمضه ديسبلاي بريفيو. فانت كده ما بقتش شايف النقط لكن انت شايف الخط. طيب تعالى نظهر النقطة تاني. احيانا عند بعض الناس النقطة مش هتظهر اكس, هتظهر اشكال تانية. عشان اغير شكل ظهور النقطة من ديسبلاي عندي حاجة هنا اسمها بريفيو بوينت فليفر, الشكل اللي انت عايزه النقطة. عندي دوت فكده شايفها نقطة, او بوينت فانت شايفها حاجة بالشكل ده كده, او اكس فانت بتقدر تشوف الشيب دايما او الشكل بتاع النقطة زي ما انت تحب. هنتحكم هنا في النقطة, هنلاقي ان دايما الكيرف بتاعي شغال ما عنديش اي مشكلة كله سليم كده ما فيهوش اي مشكلة خالص. انت بتتحكم فيه زي ما انت عايز. ده عشان ارسم خط. طيب تعالى ندخل لشكل تاني. بس قبل ما ندخل في الشكل التاني انا في العادي لما باجي اشتغل جراسوبر ما بطلعش فوق هنا اقعد اشوف الكومبوننت ده مكانه فين وبجيبه من فوق, انا على طول بكتبه عشان ده اسرع تقريبا 4 مرات اسرع من انك تطلع تقعد تجيب الكومبوننت من فوق وتشتغل بيه. بس خلينا نقول ان احيانا ساعات بتنسى اسم الكومبوننت عايزه. بس انت فاكر مثلا انت عايز تعمل سيرفيس مثلا, فانا فاكر ان في طريقه سيرفيس مثلا بكيرفات بس انا مش عارف اسم الكومبوننت ايه. فانا لو عرفت سيرفيس فريمز ده موجود فين في اي كاتيجوري ممكن ادخل الكاتيجوري اللي فوق ده وابص على كل الكومبوننت واستخدم الكومبوننت اللي انا عايزه. فانا لو ضغطت كنترول الت وكليك هلاقي ان يظهر عندي السهمين دول, هيقول لك ان الكومبوننت ده موجود في الكاتيجوري اللي اسمها اس اسمها سيرفيسز, موجود جوه المجموعه الاولانيه. فانت كنترول الت على اي كومبوننت بيشاور لك هو فين النقطه, اهو كنترول الت تفضل ضاغط هيشاور لك النقطه دي موجوده فين, كنترول الت نمبر حتى نمبر ستاد هتضغط احيانا كمان في حاله زي دي مثلا هنا كنا شايفين انه بيظهرها لك على طول جوه القائمه بيقول لك هي موجوده في قائمه ايه, لكن مثلا كومبوننت اللوجو بتاعه مش ظاهر هنا, لو ضغطت كنترول الت هيفتح لك كمان القائمه ويقول لك اتفضل الكومبوننت موجود جوه الموضوع الكاتيجوري اللي هي اسمها بريمتيف وموجود حاجه اسمها بولي تمام. فانت تقدر تستخدم الطريقه بتاع كنترول الت عشان تعرف مكان الكومبوننت موجوده عندك فين فوق. عايز ارسم سيركل
تعالى نجرب ازاي نرسم سيركل. لو انا بس حاولت اكتب كلمه سيركل هلاقي ما شاء الله طالع لي 50 60 حاجه كده زي ان انا ارسم سيركل. وحتى في اوتوكاد احنا كان عندنا اكتر من طريقه انك ترسم دايره، نقطه ونصف قطر، نقطه وديامتر، نقطتين، ثلاث نقط، تان تان ريديوس، تان تان تان. عندك طرق كتير قوي انك ترسم دايره. تعالى نرسم ابسط واحده اللي موجوده جوه المربع اللي لونه اورنج ده. تعالى نختار اول حاجه، احنا قلنا هنرسم دايره. الجريد اللي طالعه دي ده المستوى اللي انت راسم فيه الدايره. عشان تتحكم في حجمه عندك من ديسبلاي، عندك حاجه اسمها بريفيو بلان سايز، انت تتحكم في الحجم بتاعك. بتهيالي عند معظم الناس بيبقى كبير قوي، فانت ممكن تخليه واحد، فانت بيبقى حاجه بسيطه جدا. بس عشان لازم تشوف المستوى اللي انت هترسم عايز ازاي. وتعالى هنا نتكلم ازاي نرسم دايره. ده ابسط طريقه لرسم الدايره، بلين وريديس ومستوى ونصف القطر اللي انت محتاج ترسم. بس في نقطه، احنا قلنا ان في اوتوكاد لما نيجي نرسم دايره بنرسمها نقطه ونصف قطر، السنتر يعني ونصف القطر. فين السنتر هنا؟ هنا لان الموضوع 3D مش زي اوتوكاد انت بس بترسم على نفس المستوى اللي انت مش عارف هو مستوى ايه. انت هنا بتحط المستوى اللي انت عايز ترسم فيه الدايره و كمان نقطه السنتر. فاصبح نقطه السنتر ما بقتش بس نقطه، لازم لها كمان تعريف في ال 3D هي على اي مستوى. هو في بيلت ان بيانات، خلينا نقف هنا سنه. هنلاقي ان اول حاجه في بيس بلان اوف سيركل، وان لوكالي ديفاين فاليو وورلد اكس اند واي. هو هنا دلوقتي في المستوى اللي اسمه اكس اند واي، ونقطه السنتر بتاعته هي 0 0 0، والريديوس بتاعه هو في بيلت ان رقم مقدار واحد. طيب انا عايز دلوقتي ارسم الدايره في نقطه ثانيه، وليكن هاخد النقطه دي كنترول سي كنترول في. تعال نشوف هي فين النقطة دي. هنا تعال نخفي المجموعة دي هايت، بس أنا عايز النقطة دي. نزل الزد بتاعها، قرب ده كده شوية، ده هنا تمام. أنا عندي دي النقطة، فعايز أرسم دايرة حوالي يعني النقطة دي تبقى هي نقطة السنتر. طيب لو وصلت النقطة دي أوتوماتيك هنا بيرفكت، ما عنديش أي مشكلة. دلوقتي بدأ يرسم لي الدايرة بتاعتي حوالين نقطة السنتر الجديدة، والريديوس انت بتتحكم فيه وليكن 12.00. فانت هنا عندك التحكم في النصف القطر، في نفس الوقت كمان تحكم في مكان الدايرة يبقى فين، زد اكس واي زي اللي انت عايزه. طيب في نقطة كده في السيتنجز عايزين بس نبص عليه. احيانا لما بكون رسم كذا حاجه جوه راينو، بيبدا انك لما تيجي تعمل زوم ان على الاوبجكت اللي انت عايز تبص عليه ما بيحصلش. فانت بتختار سيلكت، بتسلكت على الاوبجكت، تضغط سكرول او سبيس وتضغط زوم، فهيعمل لك زوم على الاوبجكت بتاعك. عشان دايما نقطه السنتر بتبقى هي النقطه بتاعت الاورينتيشن بتاعت البان والروتيشن بتاعتك جوه الفيو بوينت. هنا بتتحكم في نصف القطر بتاع الدايره زي ما انت عايز براحتك، وهنا كمان بتتحكم في مكان الدائرة. طيب هل انا دلوقتي هقعد ارسم كل الدوائر بتاعتي على نفس مستوى اكس واي؟ مش هرسم حاجه خالص في الزد، مش هرسم حاجه في اكس زد، مش هرسم اي حاجه في واي زد، مش هرسم اي حاجه. لا، هنا لان هو في بيلت ان على طول اكس واي بلين، انت بس وصلت له النقطه، انت محتاج هنا تغير له المستوى. فهقول له المره دي مستوى عندي مجموعه مستويات. طيب ايه هي المستويات اللي احنا عايزين نستخدمها؟ اكس واي. فانت بس كل اللي هتكتبه انت في الكومبوننت بتاعت جراس سوبر متعوب فيها قوي كاسامي وكلوجو. فانت مجرد كل اللي هتعمله انك انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ارسم دايره في مستوى اكس واي، فانت كل اللي هتعمله اكس واي. عايز في اكس زد هعمل اكس زد، عايز واي زد اي مستوى انت عايزه تمام. دي المستويات الاساسيه اللي هي بيلت ان موجوده جوه جراسوبر. بعد كده هنتكلم ازاي ان احنا نعمل مستويات احنا براحتنا.
فهو اوريدي في اكس واي خلاص انا مش عايز اكس واي انا عايز اكس زد هوصل النقطه دي هنا بالاوريجن بتاع اكس زد ووصل ده هنا ببلانك فتلاقي ان الدايره بتاعتي اترسمت في مستوى اكس زد عايز واي زد هوصل بوينت هنا وارجع اوصل ده هنا فلاقي انه بدا يرسمها لي في واي زد اذا انت هنا براحتك تقدر ترسم الدايره في اي مستوى انت عايزه لان النقطه بتاعتك هنا متحكمه في الموقع وده هو المتحكم في المستوى اللي انت عايز ترسم فيه الدايره بتاعتك ده اول طريقه لرسم الدايره اعتقد مفهومه وبسيطه تاني طريقه عشان ارسم دايره سيركل تعال نكتشف كل الطرق ثلاث نقط عليكم هو ده المثال اللي ظهر قدامنا دلوقتي سيركل بثلاث نقط دايره بثلاث نقط يبقى انا محتاج في الحاله دي احداثي ثلاث نقاط هجيب النقطه دي كنترول سي كنترول في خدتها اول مره كنترول سي كنترول في تاني كنترول سي كنترول في ثلاث مرات هوصل الدايره دي هنا اوصل النقطه دي هنا اوصل النقطه دي هنا احلى ليه لان الثلاث نقط على نفس النقطه لان انا ما غيرتش في الكوردينتس دي زي دي الثلاثه هنا زي الثلاثه هنا زي فلازم تنور احمر لان لازم الثلاث نقط يكونوا شوف انا بيقول لك بوينت شود نوت بي كولينير ما ينفعش يكونوا كلهم على نفس النقطه ما ينفعش كلهم يكونوا على خط مستقيم لان في الحاله انهم على خط مستقيم اذا ما فيش دايره تمام فانت هنا محتاج تعدل في القيم بتاعتك هتلاقي هنا اوتوماتيك الدايره بتاعتك بدات تترسم بناءً على الثلاث نقط ايه الثلاث نقط بتوع تمام انت كده رسمت الدايره بتاعتك بناءً على الثلاث نقط يبقى ده تي يبقى ده كمان طريقه لرسم الدايره طيب ايه كمان طرق تانية لرسم الدايرة السيركل مثلا حاجة اسمها سيركل سينار ولاين اس دي ال دول مهمين اوي نعرفهم دلوقتي ايه سيركل سينار دي ما سمعناش عنها دي سيركل سينار هو سي ان ار دول اختصار لسنتر نورمال اند ريديوس زي حاجة تانية اسمها لاين اس دي ال line SDL اختصار S star D direction L lens تعال الاول نشوف circle scene احنا ما ناخدش grasshopper course ولقينا الكومبوننت ده هنتعامل معاه ازاي محتاجين نفكر ايه هو محتاج center طيب انا لسه بادئ grasshopper مش عارف اي حاجه خالص لما بضغط هنا على لما بس بريس على center بلاقي ان هنا بيقول لي انا محتاج نقطه طب ايه normal ده محتاج متجه وايه الراديوس محتاج نصف قطر خلاص الموضوع بسيط جدا طيب عايز اعمل نقطه فهعمل اكس واي زد كونستراكت بوينت تعال نبص كده انا حطيت الكومبوننت ده لقيت هو اوتوماتيك بيقول لي اونلاين شكلك كده محتاج كونستراكت بوينت شكرا هو على طول بيوفرها لك فانت بس مجرد انك هتسحبها وتطلعها هنا فوق بعد كده هدي له انا احداثيات من عندي 3 12 اي احداثيات احداثيات هو اوتوماتيك في نورمال اللي هو زد لانه اللي هو زي صفر وصفر واتجاه في زي في اتجاه واحد فهو اوريدي النورمال بتاعه معروف الراديوس نصف قطر كمان هو موجود فيه بلت ان راديوس واحد فانت هنا بس مجرد انك هتغير ايه هتغير القيمه هتخليها 12 او زي ما انت عايز النورمال المتجه طيب انا دلوقتي ما عنديش نورمال النورمال اللي موجود دلوقتي هو اتجاه زي وانا عايز اغير النورمال طب انا عايز اخليه في اتجاه واي اكتب واي عايز اخليه في اتجاه زد عندي هنا بس هتلاقي اول حاجه ظهر عندك يونت الزد فانت متجه الزد متجه واي او متجه زي فانت براحتك ده او ده طب انا معلش انا مش عايز اعمل المتجهات دي انا عايز اعمل متجه تاني زي انت عايز تعمل ايه؟ اذا متجه اذا اكتب فيكتور
فيكتور 2 بوينت، فيكتور بنقطتين. طيب ايه اللي مطلوب؟ مطلوب منك انك تحدد المتجه بتاعك هيبقى مرسوم ازاي، فمحتاج نقطه بدايه ونقطه نهايه. فانت هتحتاج برضو كنترول سي كنترول في، واخد ده كنترول سي كنترول في طبعا مش تقدر تشوف المتجه تمام، بس دخل هنا النورمال، بس اصبح انه ده بيبص في المتجه. طب انا عايز اشوف شكل المتجه عامل زي لاين، وصل النقطه دي بالنقطه دي، ده شكل المتجه. لو انا جيت بصيت من رايت من فرونت، هلاقي ان الخط ده هو تيبيكال موازي للخط بتاع اللي طالع من الداخل. كل ما انت هتغير في المكان بتاع النقطتين كل ما النورمال بتاعك بيتغير، وانت كمان تقدر تغير فين في نصف القطر بتاعك بتاع الريديوس بتاع الدايره بتاعتك زي ما انت عايز. ده حاجه اسمها لاين از سينار. طيب بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها لاين اس دي ال. ايه لاين اس دي ال؟ برضو احنا ما بناخدش كورس جراسوب، احنا عايزين نتعامل، احنا بنتعلمه مع نفسنا. فلاين اس دي ال عايز سنتر دايركشن ولينس. طب السنتر فين؟ اكس واي زد كونستراكت بوينت زي ما انت عايز. xyz construct point اوصلها هنا في الستارت، يبقى دي نقطه البدايه. تعال نعمل زوم ان هنا، هلاقي انه اوتوماتيك رسم خط. الدايركشن بتاعه اتجاه الزد واللينس بتاعه اتجاه واحد. طب تعال هاخد الفيكتور بتاعي من هنا، خليه هو الدايركشن، فرسمهولي بالشكل ده كده في الاتجاه زد يعني تحت في الاتجاه السالب، لان هتلاقي الفيكتورز دول محتاج اعدلهم نقطه لفوق نقطه لتحت، مش 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 مهم دلوقتي. واحط 12 فرسم لي خط في الاتجاه ده، بس لان الدايركشن اتجاهه غلط، يعني الدايركشن بتاع الفيكتور بتاعي في اللاين دي نقطة البداية بتاعته ودي نقطة النهاية في الاتجاه كده، فأصبح الخط بتاعي كمان مرسوم في الاتجاه اللي تحت. طب عايز أغير ده، كل الفكرة إن أنا هعمل أمر اسمه نيجاتيف بعدين، أو إنك تدخل القيمة لللينس أصلا بالسالب، وبالتالي هيعكس هيضرب السالب ده في سالب المتجه، فيبقى موجب في اتجاه في الدايركشن الموجب بتاعك. فده لاين اس دي ال واللاين وسيركل سي ان ار، دول مجموعه من الاوامر عشان ارسم دايره. طيب سيركل تاني، هلاقي ان انا عندي مجموعه كبيره جدا من الطريقه، وممكن نبقى نبص عليها زي ما احنا عايزين. تعال نبص على حاجه اسمها سيركل فيت. ايه سيركل فيت؟ طب هنحتاج نبص منها. سيركل فيت هي دايره تقريبا بتقترب من كل النقاط اللي انت، او متوسطه كل النقاط اللي انت حاططها لك. بمعنى عندي شويه نقط عشوائيه، فحطيت مجموعه من النقاط العشوائيه كده. سبيس بيرجعك لاخر امر تقريبا، اوتوكاد كده كمان. فعندي شويه نقط عشوائيه كده، هعمل عليهم سلكشن كلهم، واعمل امر بوينت سيت مالتيبل بوينتس، واعرفهم هنا في امر بوينتس، فلاقي رسم دايره متوسطه لكل النقاط دي. طب تعال حرك النقط دي، شدها هنا لفوق شويه، فهتلاقي الدايره بتتاثر بتحريك كل النقاط. ممكن نستخدمها، نستخدم حاجه زي كده في ايه؟ رايي البسيط انا مش عارف اذا كان ده صح ولا غلط، بس يعني رايي ان مثلا لو احنا عندنا خريطه، والخريطه دي زي مثلا منطقه عشوائيه، وانت عندك شويه مباني راندوم، وعايز تعيد احياء المنطقه دي بانك عايز تعمل بلازا في النص مثلا، او عايز تعمل سنتر معين لكل البيوت دي. فلو احنا بنشتغل على اوتوكاد
وعندي مجموعة النقط دي او على اي سوفت وير تاني وعايز اعرف فين نقطة السنتر المتوسطة للنقط دي او ايه الدايرة اللي تقدر تكون لما لكل النقط دي. لو عامل حاجة زي رينج رود مثلا وعايز دايرة تكون لما كل النقط دي حواليه او السنتر بتاعها يكون هو نقطة المنبع الجديد، فانت ممكن تقوم جايب الخريطة بتاعتك حطتها على 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 راينو وتبدأ تعرف النقط والمباني والاماكن المهمة كلها وتبدأ تعرفهم هنا، فيديك اوتوماتيك هو السيركل المتوسطة للنقط دي كلها، ومنها ممكن تجيب نقطة السنتر ومنها ممكن تبدأ تعمل البروجيكت بتاعك. فانت ابتديت بانه يعمل لك ستادي فين نقطة السنتر بالنسبة لمجموعة البيوت دي او مجموعة المباني دي كلها مع بعض. فدي سيركل فيت. في حاجة اسمها لاين لاين فيت برضو او فيت لاين زي سيركل فيت بالظبط، برضو شوية نقط هتوصلهم هنا بالخط هيجيب لك تقريبا الخط المتوسط لمجموعة النقط، وكأنك انت عايز تعمل اكس بيتوسط كل النقط دي كلها. ما لو انا حركت النقط همشهو عشان انا كنت عامل هايت للحاجات ديليت لي دول، انا ما بقتش عايز ديليت لي ده كمان النقطه دي. لو انا جيت اخدت النقط دي وحركتها هنا فوق هلاقي ان الخط بيتاثر بالمجموعات، اذا هلاقي ان انا عندي هنا الكثافات الاعلى للنقط، اذا اصبح الخط المستقيم ده هو اللي ما بينهم كله. ودي ميزه انا ممكن عايز اعمل طريق مشاة مثلا بيمر ما بين وسط كل البيوت دي، او انا بعد كده هلينك ما بين الخط ده والبيوت دي بشوارع فرعيه. فانت ممكن تقدر تستخدم جراسوبر كمان لانه تول يقدر يعمل لك ستادي واناليسز لحاجات انت ما كنتش تعرف تعملها قبل كده باي سوفت وير تاني. طيب ده تقريبا ممكن نكون انتهينا من قائمة البارامترز، بس عايزين نحاول ان احنا ندرو شوية حاجات. عايز ارسم ريكتانجل مستطيل. طيب هرسم مستطيل ده ازاي؟ تعال نبص الاول شكله هنا عامل ازاي. نقطة السنتر مرسوم في اكس واي وزي وفي اكس واي وكله تمام مفيش اي مشكلة. ريكتانجل بيحتاج ايه؟ اي مستطيل في الدنيا بيحتاج اكس واي الطول والعرض، وبيحتاج كمان المستوى. المستوى هنا بيمثل حاجتين. في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه هو نقطه السنتر بالنسبه للريكتانجل، بس هل هيفضل على طول هو نقطه السنتر بالنسبه للريكتانجل؟ خلينا نشوف دلوقتي. دلوقتي انا هحط 12 في الاكس وهحط 3 في الواي اي رقم براحتك. فانت دلوقتي رسم عندك ريكتانجل، لكن تحولت نقطة ال انا عملت ريكتانجل تاني معلش. تعال نبص نقارن، تحولت نقطة السنتر تحولت نقطة السنتر لنقطة بداية لرسم المستطيل. هي دي بقى النقطة، انه هو في الحاله العاديه اللي انت بتنزل منها بتنزل منها الكومبوننت بتاع الريكتانجل عندك على على الكانفاس بتاعك عشان تشتغل، هي نقطه السنتر بالنسبه له، هي نقطه البدايه بالنسبه له، هي نقطه السنتر اللي بترسم منها الريكتانجل بتاعك. لكن في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الحاله الثانيه اللي هي لونه اخضر، اصبحت هي نقطه البدايه اللي بيترسم منها المستطيل. طيب قبل ما نعرف ازاي نرجع نحول النقطة دي تاني تكون هي نقطة السنتر، تعال نكتشف حاجة كمان اسمها radius. radius لو انت عايز تدي للريكتانجل بتاعك فيلت من الاطراف، فانت بتحتاج تستخدم الراديوس براحتك. واخيرا المستوى اللي انت عايز ترسم فيه الاوبجكت بتاعك. فمبدئيا هنا لانه اكس واي اند زي بصفر، فانا هنشئ نقطه جديده هقول لكم ستراكت بوينت واخليها زي ما هي بصفر، وهبدا اتحكم انا هنا في نقطه البدايه اكس واي. فانت هنا بتتحكم في نقطه البدايه بتاعه الريكتانجل بتاعك. طيب عايز اغير المستوى زي ما كنا بنقول برده من شويه y x z مثلا، فا والله حط دي هنا وصل ده هنا، بالتالي رسم
الريكتانجل بتاعي على على المستوى بتاع اكس زي، فانت هنا بتتحكم في المستوى زي ما انت عايز. طيب تعال نرجع ونكتشف ازاي نقدر نحول نقطة السنتر ل نقطة السنتر بتاعتي ل عايز احول نقطة السنتر بتاعتي، نقطة البداية بتاعتي لانها تكون نقطة سنتر. تعالى نحاول نرسم بالقلم البسيط ده اللي موجود على راين الحاجة اللي قدام. فانا وليكن عندي ده الريكتانجل بتاعي ودي نقطة البداية بتاعتي، طيب ده نفس اللي موجود عندي هنا في الشاشة. اللي بيحصل ان انا بديله قيمة الاكس وقيمة الواي، فبيقوم يرسم لي الريكتانجل نقطة البداية بتاعته هنا هنا، وبعد كده يقوم ماشي 12 في الاكس و 5 في الواي ويقوم راسم الريكتانجل بتاعي. طيب اللي انا عايز اعمله بقى ان انا عايز اغير الموضوع ده. طب اغيره ازاي؟ عايز اخلي النقطة دي هي نقطة السنتر هنا. هعمل ايه؟ تخيل معايا لو انا جيت قلت للنقطة بتاعت للنقطة دي اللي هي هتكون اللي هي كانت عندي هنا في البداية، وليكن هرسمها هنا، هي دي النقطة دي هرسمها هنا، تمام. تخيل ان انا جيت قلت له بعد اذنك انا عايزك ما تمشيش دي كلها اكس، انا عايزك تمشي لي نص اكس في الاتجاه ده اكس على 2، وعايزك تمشي لي في الاتجاه ده ماينس اكس على 2، وعايزك في الواي تمشي لي واي على 2، وعايزك تمشي لي في الاتجاه ده ماينس واي على 2. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان في الاخر ده المستطيل بتاعي، نفس طول المستطيل ده، تمام، يعني نفس الاكس ونفس الواي، لكن بدل ما كنت بديله قيمه الاكس كامله على بعضها بقيت بديها له نصها في الموجب ونصها في السالب، ونص الواي في الموجب ونص الواي في السالب، فاصبح المستطيل بتاعي يترسم بالطريقه دي، ونقطه البدايه تتحول تبقى هي نقطه ايه؟ نقطه السنتر. مفهومه؟ اتمنى انها تبقى مفهومة. يبقى تاني في الوضع العادي كان ده اللي بيحصل. ان بديله قيمة الاكس وبديله قيمة الواي. طب لو انا جيت غيرت الموضوع شوية وقلت له معلش دي نقطة البداية هن، بس انت المرة دي مش هتمشي الاكس كلها، انا عايزك تمشي نصها بس، هيمشي اكس هنا، فالقيمه دي عباره عن اكس على 2. هقول له معلش كمان عايزك تمشي في السالب ماينس اكس على 2، وفي الواي هتمشي ماينس سوري واي على 2 وتمشي ماينس واي على 2. ففي الاخر هيطلع لي حاجه عامله كده، وهو نفس البتاع وهو نفس الريكتانجل بنقطه. طب هعمل الكلام ده بقى ازاي؟ هعمل الكلام ده عن طريق حاجة هنا اسمها دومين، كونستراكت دومين، دايما بكتبه غلط مش مشكلة. دومين تاني قائمة اللي هي قائمة الماثيماتكس، هلاقي عندي حاجة هنا اسمها كونستراكت دومين. ايه الدومين؟ دومين، وهعمل هنا بانل. بانل عشان نجيبها محتاج طريقتين، اما انك تكتب بانل او دبل باك سلاش يعمل لك بانل اوتوماتيك، تمام. ايه اللي بيحصل هنا جوه دومين ده؟ فبيقول لي والله ده انا عندي دومين بيبتدي من الصفر وينتهي الواحد. طيب انا قلت انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل اتنين دومين عشان اخليه يمشي في السالب الموجب والسالب سوري الاكس السالب والاكس الموجب. مش هينفع ادخل قيمتين في الاكس وقيمتين في الواي، يعني مش هينفع ادخل سالب 3 و3
وسالب 5 5. انا كل محتاج اعمله محتاج انشئ دومين. فاللي هعمله ايه؟ هقول له انا عايز 6 في الاتجاه الموجب وزيها في الاتجاه السالب. طيب والله عندي طريقتين، افتح نمبر سلايدر من سالب 6 لهكذا. بس عندي مشكله لما بكتب سالب 6 هو بيعمل حاجه اسمها سبستراكشن، بيعتقد ان انت عايز تطرح حاجه، تطرح من حاجه سالب 6 تطرحها من حاجه. فعشان ما اقعدش اعمل دوت دوت واكتب رقم تاني بعد كده ابتدي من السالب 6، في طريقه تانية احسن ان انا اعمل ايه، اضغط هنا رايت كليك وبص الاقي عندي هنا حاجه اسمها اكسبريشن. ايه اكسبريشن ده؟ اكسبريشن كانك بتعمل معادله رياضيه بسيطه للرقم اللي داخل جوه ده فيدخل على الدومين مظبوط. فهقول له الاكسبريشن بتاعي سالب اكس، اي قيمه تجيلك اضربها في الماينس. ليه؟ لان انا اوريدي اصلا عندي القيمه دي عايزها تبقى في اليمين موجب وفي الشمال سالب. فهوصل الستة دي هنا فيطلع لي من 6 لسالب 6. تعالى وصل الدومين ده كده هنا في الاكس، ايه اللي حصل؟ اوه فعلا النقطه اتحولت من انها نقطه بدايه لانها بقت نقطه سنتر بالنسبه للاكس. طب الواي هعمل نفس القصه، هاخد الكنترول سي كنترول في واجيب الخمسه دي و2.5 و2.5. طيب تعالى مش احنا عرفنا نستخدم الاكسبريشن؟ طب هي ال2.5 دي هي عباره ايه عن الخمسه؟ هي عباره عن نصها. فهعمل لده ديليت وهاخد الخمسه دي اوصلها هنا واقول له معلش المره دي عايزك تقسم لي اكس على 2. طب لما هاجي اوصل دي، هي دي الاكسبريشن بتاعها كان كام؟ كان سالب اكس. يبقى انا محتاج احول ده من سالب اكس اخليها سالب اكس على 2 واوصل ده في الواي. خلاص نقطه البدايه بتاعتك او نقطه السنتر بتاعتك بقت هي نقطه البدايه بتاعتك بقت هي نقطه السنتر بالنسبه للريكتانجل بتاعك. فهمنا الموضوع ماشي ازاي؟ فالدومين بيفتح مدى من السالب والموجب للقيمة اللي انت بتديها. طيب مفهومة دي. نرجع خطوة لورا ونرسم تاني دايرة. دايرة دايما النقطة هي نقطة السنتر مش زي الريكتانجل خالص. دلوقتي انا عايز ارسم مجموعة دوائر، فوليكن عايز ارسم دايرة اولى 12 نصف قطرها 12، عايز ارسم دايرة تانية نصف قطرها 5، كنترول سي كنترول في 5، عايز ارسم دايرة طول نصف قطرها 3 2. طب انا هقعد بقى كل شوية عايز ارسم دايرة كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في. في طريقة تانية، في طريقة انك انت تستخدم الانبوت بتاع الراديوس ده مش مرة واحدة، اكتر من مرة. ازاي؟ هعمل 5، لو جيت وصلت ده هنا 12 اتشال، جيت وصلت 12 5 بيتشال. طب انا عايز اوصل الاثنين في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل؟ هيرسم لي دايرتين كل واحده منهم من نصف قطر مختلف. هضغط شيفت فيظهر لي السهم اللي لونه اخضر ده وموجود عليه علامه بلس، اوصل هنا فيرسم لي كده دايرتين 12 و5، واقدر اتحكم في دي لوحدها ودي لوحدها. بس الترتيب مطلوب. يعني ايه الترتيب مطلوب؟ يعني انا موصل 12 الاول وبعد كده 8. اذا دايما هلاقي ان جراس هوبر مهم جدا انه بيحافظ على الترتيب ده، مهم جدا. فهنا هنلاقي ان السيركل الاولانيه نصف قطرها 12 والسيركل الثانيه نصف قطرها 8 بالترتيب، وليس مبني على لينس او طول او اي حاجه. هو كل موضوع مبني على الترتيب بتاع تدخيل البيانات بتاعتك. تمام. ده بالنسبه لو انا عايز استخدم اكتر من انبوت 8 10، اعمل بقى كل الارقام اللي انت عايزها ودخل 50 قيمه 60 قيمه زي ما انت عايز. وفي كمان طريقه ممتعه انك بدل ما تقعد تكتب 8 انتر 4 انتر 5 انتر 6 انتر 7 انتر، انت عندك هنا كومبوننت جوه يو تي اي ال حاجه اسمها جينيبول. جينيبول ده بيديك مجموعه سلايدرز ورا بعض. ممتاز. تضغط عليها دبل كليك. انت عايز كام سلايدر؟ عايز كام دايره؟ تقول له مثلا عايز 20 دايره.
عايز الراديوس بيتراوح من كام من كام للصفر للمين، عايز كام كسر عشر كذا. اوكي كده هيديك 20 او مجموعه القيم اللي احنا قلناها. عايز اخلي القيم دي كلها راندوم، فهقول له راندمايز 100%، وصلهم هنا بالراديوس 20 دايره بقيم مختلفه. تقدر تتحكم في كل دايره زي ما انت عايز بكل سلايدر بتاعك، اقدر اصفرهم كلهم، اقدر اخليهم الراندمايز واحد راندمايز 100 فيتغيروا تاني بشكل عشوائي، راندمايز 100% فيتغيروا تاني بشكل عشوائي بنسبه 100% براحتك. عايز تتغير في العدد براحتك، اتنين مثلا كده هيرسم لك دايرتين بس. جيم بول اعمل انت كل اللي انت عايز. طيب نرجع كده لنقطة جوه راين. احيانا بعد ما بتحمل ديفينيشن طويل جدا وعايز تديه لحد يشتغل عليه وهو ما عندوش اكسبيرينس في كروس اوفر مثلا، وليكن زي ما هنيجي نبني بعد كده مثلا اي سيرفيس، فالسيرفيس دي انت ممكن تقعد تغير في شكل الكيرف بتاعها. فازاي ان احنا في الاخر نديله شويه نمبر سلايدرز يلعب فيهم على راينو بدون ما يدخل كروس اوفر اصلا؟ هنعرف ده دلوقتي بعد شويه. بس قبل ما ندخل في ده محتاجين الاول نبص ازاي نعمل جروب، ازاي انا عايز المجموعه دي كلها الطريقه اللي انا رسمت بيها الريكتانجل دي تبقى جروب على بعضها. طيب هعمل كل دول سيلكشن واضغط هنا سكرول، وبعد كده عندي هنا حاجه اسمها جروب، فكده بقى جروب تقدر تتغير في شكل طريقه الجروب لان زي بابلز كده، تاني ده يتغير لك في شكلهم رايت كليك، وتقدر تغير في الكالر زي ما انت عايز، اسود اللون اللي انت عايزه، الشفافيه قد ايه، بلاك ده زي ما انت تحب. كل الاشكال اللي عندك. طيب بالمره هي مرحله مش معقده قوي، بس خلينا نستخدم في المره دي بطريقه بسيطه عشان نتعرف على حاجه اسمها كلاستر. يعني ايه كلاستر؟ طبعا كلاستر في اول سيشن مش لوجيك انك تعلم الناس يعني ايه كلاستر في اول لوجيك في اول سيشن، بس الموضوع بسيط. هناخد عشان نتعلمه هنتعلمه على كومبوننت بسيط جدا، زي مثلا الريكتانجل اللي قدامنا ده. زي ما كنت بقول من شويه ان الريكتانجل اللي عندي ده، خلينا ناخد بريك الاول 10 دقايق بعد كده نرجع تاني نكمل في البارتيشن رقم 2.